قوله عز وجل في سورة التوبة لما ذكر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد هذه الآية وما يتعلق بها المحبة قال فجعل آخر المراتب من المحبة هي محبة الوطن.